لا تنكسر مهما الزمن زود على همومة، خلي الأمل فيك ينتصر واصحى لي من نومة. لا تنكسر مهما الزمن زود على همومة، أي خليل وشو من الألماس وبقلبه عتمي وليل. والناس بلال الناس لا ترضى أي خليل وشو من الألماس وبقلبه عتمي وليل. هالعادة هي رح تتغير اعتبارا من اليوم. انا اسف، بالاول كنت قليل ذوق. لا خشيت. لا 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 لا، قليل ذوق وعديم نظر كمان، لانه معقول واحد يكون عنده جاره حلوه مثلك وما يسلم عليها صحو مساء؟ لا لا، انا ما قصدي حلوه وعلي الحلال، علي الحلال مثل القشطه لقطه. هي ضمننا أول صوت بالانتخابات. كل الرز الخام تبيعه بتربح فيها 40 ليرة، فيك لشو؟ وكل فوطة من دون تربح فيها 3 ليرة، فيك. بتبيع باكيت الدخان ب 75 والفوطة ب 25، مفهوم؟ مفهوم. بتقول مفهوم معلم؟ مفهوم معلم. يلا. خلي عينك علي لأنه مش فوت البضاعة، من هون نتأكد منه. يلا ورجيني شطارتك. على راسي معلم. يلا روك.
تزعلش انا مالي في السلوط اسامة انا ما راح اقول لكم وانا كمان يا جماعه مش ان الله لا تقطع علي اختي حبيبتي كليتي واتركيني والله انا ما ادري ان شاء الله معلش بابا تحملي اخوك حاسس بالذنب وضميره بيقتله اول شيء لانه تهمك واهانك وثاني شيء لانه السبب من المغرب عليك بس انا مسامحته بابا وحياه الله مسامحته انا ما بتحمل اشوف اسامه بهاي الحاله بابا الله يخليك كامل بعدين هو كمان لا يكون انا فهموني أنا كل ما عم شوف أسامة بهي الحالة عم حس كيلو عم تنغز بقلبي متفهمني بابا؟ سلامة قلبك يا عمي طولي بالك الله يصبرك ويصبرنا على هالبني يا الله أخير اسمك وعرشك أنا ولا داني اللي طلعت فيه من الدنيا عم شوفه عم يدوم قدام عيوني يا رب على فكرة المادة رح تطلع حلوة كتير هاي بهمتك يا عم سويدان وانت كمان بذلت جهد كبير اذا رح تستمر هيك اكيد رح يكون لك مستقبل مهم كتير بهالمجال الله يبشرك بالخير طيب انت بتعلميني المونتاج هلا حضر لي حالك للرسالة الجديدة ولا جاهز عن شو الرسالة هلا بعد ما عملنا ريبورتاج عن الجالية العراقية بالبلد ضروري نعمل شي عن الفلسطينيين قصدك على المخيمات لا لا بدنا نحاول نعمل شيء عن الشخصيات الثقيلة الفلسطينية الموجودة هون بالبلد فكرة كتير ممتازة بس انت بمين عم تفكري فكر انت بالموضوع على رواق وحاول تحصر اسماء الشخصيات المهمة بالبلد وسجل لي اقتراحاتك بمين ممكن نبتدي اوكي على اسمك تفضل شو قصده يا ترى؟ معقول يكون معجب فيي؟ ولا عم يحكي هيك مشان انتخابات؟ وليش حتى ما يكون معجب يعني؟ ليش شو ناقصني أنا؟ طير العقل بشهي لك شبكي بدرية شوي تعالي حتفوتي بقلب التلفزيون برد فنجاني ايه؟ ليه مي عم بشرب مساعدية بس؟ بتعرفي أنا اشتقت لأخوكي أورامز إيه والله صار لزمن ما اتصل فينا ايش شو عليه لما نخلص فنجان القهوة ونتصل فيه ونطمن عليه وانا هيك عم مرحبا قصي عبيل انا فراس معرفيني شو وين غلطة مع اسمان صوتك وين العيادي بدي هالكلمة اقوله فعل انت بشوفك هلا اذا ما عندك شي كتير تمام هلا الساعة 7:30 على الساعة 9:00 اوكي بنروح باخذك من دوار الصالح اتفقنا يلا باي اسمعوا بالفوز عرفت هي البنت الحلوة اللي شفناها بالملهى من كم يوم عبير ايه عرفتها جاي انا وياها لهون ايه اهلا وسهلا البيت بيتكم شرفونا عبارة انه البيت بيتنا ومنشرفك بس يعني بدك تخليلي الجو كم ساعة وين بدي اروح؟ شو عرفني؟ روح اتعشى اتمشى حضار سينما فوت مسرح اللي بدك المهم من 9 to 12 بدي الجو يكون فاضي تأمر سيد فراس بس شو بدي اقلك اعمل لك حوصة هيك ارتب لك البيت شوي يعني مو معقول تيجي المخلوق تلاقي البيت مكركب حاضر بعد انا اجيت على الشام عشان ادرس واشتغل كنت بفكر ان الشام رح تتحكي بس طلع الواقع هيك حاسس حالي عايش على هامش مجرد كائن هيك ما له اي فائده ما بصير واعي شو هذا السواد كله اللي جواتك لازم انت تدور على مساحه بيضاء ما عم بقدر اغير شيء من الواقع حاسس حالي عاجز تغيير بده وقت وبده صبر ما في شيء ما قلته
سميلة أنا آسف، يمكن وجعت لك راسي من هالحكي. بالعكس، تعرف وقال أنا كثير بحب أحكي معك، يمكن لأن ظروفنا بتشبه بعض. شو رأيك نطلع نتمشى شوي برا؟ شوف لأن هوا قاسم برد الروحة. أنا موافق بس على شرط بتغني لي من قاسيون طول اليوم. تفضل. أي كمية زيادة توزع خلال كام يوم؟ بدكم شيء؟ مع السلامة. سلام عليك. مع السلامة. إيه طبعا عندك ماما؟ بعد ساعة. طب اسمعي عفير، إذا طلب منك تروحي معه البيت بتروحي بسرعة، ما بتتدللي؟ طيب، وبعد نروح لعند البيت. خدي هدول، بدي لك ياهم بالشنطة. تاخذيهم معك لعنده. إيه بس هدول المخدرات، شو بدي أعمل فيهم لعنده؟ بدك تلحشيهم لعنده وتطلعي. لا نادي، نحن ما اتفقنا على هيك. لكن على شو اتفقنا؟ انت شو كنتي متخيلة حالك عم تعملي؟ على اساس انا طبق الزلمي وبعدين انت تدليش البلوي، وهي البلوي اللي قلت لك عليه. طيب ليش ما بتحطيهم انت بايدك؟ يا حبيبتي لو بدي احطهم انا بايدي ما كنت قلت لك بالاساس. ما بعرف نادي، انا كثير خايفة. ايه ولا يهمك، عندي دواء للخوف بيطيروا من اساسه. شو هدول؟ هذا الدواء اللي قلت لك عليه 25,000 ليرة. ايه بس هذا لازم منه حبتين عشان يعطي مفعول منيح. ولا يهمك، بس خلصي لك عندي حبه ثانيه. طيب وبعد ما اروح لعنده على البيت شو بدي اعمل؟ ولا شيء، تطلعي وتخبريني من عنده انك حطيتيه واتركي الباقي علي. معناتها انا صار لازم احلى. يلا باي باي. الله يهدي لك يا سيد بديع، لما استلمت المبلغ من باين يعني ما كنت مصدق صرت امشي واطلع وراي. انت يقعد غيروا رايهم وياخذوا مني المصاري. على كل الله يجزي الخير لهالاستاذ صفوان. وصحيح انه انا انظلمت كثير معه وقت كنت اقعد لحتى يحكي لي قصه حياته البايخه. بس صبري ما راح على فافوش. بمناسبه سيره الاستاذ صفوان، شو رايك بموضوعي؟ رايي انك غلطان. انا غلطان؟ يعني بعد ما صبرت كل هالوقت ما كنت بتقدر تستنى لسه يومين تانيات لحتى توقع المعاملة؟ ليتني أنا ما أحلاني صبرت ونلت. لك يا أبو رأفة، يلي إيده بالمي مو مثل إيده بالنار. لك والله بعرف، بعرف بإنك أنت كتير متضايق لحتى توقع الإحالة وتطلع تقاعد. بس يا استفز بديع، يعني الصراحة ألا وقت اللي عصبت على المدير وسبيته شو استفز؟ الواحد بهيك مواقف ما بفكر بالنتائج، بعدين هو لك يا اخي باي حق بخليني بالمكتب عنده نهار كامل، بعدين ما توقع لي الاحاله. يا سيد بديع، لك سعرك بسعر غيرك، ليش اللي قاعدين كانوا مثلك ما عملوا نفس الشيء؟ لانه ما صار لهم مثلي 4 أشهر رايحين جايين سري مري، وانا بصراحه وقت فتت لعنده وعيطت بوشه، يعني مو لانه بلحظتها صارت هي الشغله، لا اجى ببالي الموضوع برمته من اوله، من اول انت مضيت لو وصلت لعنده. لك يا ابو رفا، يعني بني ادم قد ما كان بيقدر يتحمل بيتحمل بيتحمل، بس بيصير لوقت والله ما بيعود فيه بينفجر. وانا شو صار فيني؟ ما عاد فيني يا اخي، تعبت هلكت لك رفت سميه يا اخي مثل ما بدك. لك والله بعرف هالشيء يا استاذ بديع، بس انا خايف عليك وعم احكي هيك مشان مصلحتك. ومن شو خايف علي؟ لك استاذ بديع، انت مفكر انه الاستاذ نادر رح يسكت على الشيء اللي صار معك؟ اسيدي يعمل اللي بده اياه وانا كمان ما رح اسكت. لك يا استاذ بديع، انت سكتت ولا ما سكتت؟ بتبقى واحد مواطن ما حدا رح يسمع كلمتك، بس الاستاذ نادر الدنيا كلها بتنشغل فيه وبتسمع كلمته. المعنى
طلب الصورة الأستاذ نادر اشتكى عليك لدوائر الأمان. شو الحكي؟ شو دخل دوائر الأمان بالموضوع ها؟ لا تعلي صوتك سبيلي. شو دخل؟ لك هذا الأستاذ نادر واحد مسؤول كبير وله وزن، وأنا كمان مواطن والمفروض بكل وزن. شو مالك خايف؟ لا مالي خايف لأني أنا صاحب حق. لك يا رجل شو بك انت؟ انا صار لي 30 سنه عم بخدم للدوله، بعد هالخدمه كلها من حق اعيش محترم، ولحتى اعيش محترم لازم الدوله تعطيني التعويضات والتقاعديه تبعي، والامن لك اكيد رح يعرفوا بهالشيء، بس يعرفوا رح يدينوا له مو لي. شو عم تحكي انت؟ شو عم تحكي؟ وين تفكر حالك عايش؟ انا برايي تحتوي الموضوع وبلا ما يكبر. كيف يعني؟ بسيطه كثير، بتروح مشوار صغير لعند الاستاذ نادي، بتحكي كلمتين حلوين وبتقلب الصفحه، ويا دار ما دخل عليك شر. انا روح لعمه ما فشل بعينه. اهلا يا عبوره، اشتقنا لك. أكيد طبعا أكيد. بيعجبك هذا الجو ولا اسمعي عربي؟ لا خلي very nice. ايه ما قلتي وين بدنا نروح؟ وين ما بدك؟ ليك انا مالي الاماكن العامه والطوله والزحمه، يعني بدي هيك مكان هادي. قاسون مثلا؟ شو قاسون؟ عم لك بدي مكان خاص، يعني بالعربي وش؟ اي كمان شو يعني؟ يعني عندي بالبيت. يعني ليك شو قوي؟ قوي كثير اكثر شيء. اي واضح. معناتها على البيت؟ موافق عليه قبل ما اسمع. اوعى تعمل حركات هيك او هيك. حركات؟ لسه ما بتعرفيني مني. ايه؟ شو؟ تأخر وشامة، قال 10 دقايق ورجع. انا ما بتلاقيه هيك. وانا متكافل متضامن معهم بقى. شو رايك؟ لا ما راح اخرجك ولا مره. تفضل. يلا حبيبي هاي لانجلي بتموتي. راح اموت فيك ولا كل حبيبي كون ما رح تندم. خليت لك الرز يستوي جواك يا لانجي مثل ما تحبه. شو بدك تكسر خاطري وما رح تاكلها كمان؟ انا اسف يا جماعه والله ما نقدر. لك انا ما رح اكل ولا رح اكل لان ما حدا بدون ما تاكل. يعني ان شاء الله.
تفضل. حلو البيت. بين ناس. حلو الوجود. هل هذا لك؟ لا. مسترجل. عملوا للمرأة وروان الباب. أمو غلا. خلي ناحتك عن ساعدك. Make yourself at home. ميرسي. شو حابة تشرب؟ أي شيء. سوفت درينك ولا؟ هلا معقولة؟ جايين لهون عشان تشربي سوفت درينك؟ ما عندك وين؟ أنا اللي عندي. أحلى وين؟ تكرم وين؟ شو رأيك ورجيك يا عبالي البيت؟ أنا مفضوحة كده الحركة. بدك تورجيني على البيت مشان تفوتني على أوضة النوم. ما قلت لك إنك قوي؟ إيه قوي كتير. أقوى شي. إيه؟ معناتها قوم ورجيني على البيت. Oh.
بشوف ايه انكتب ايه. وبعدين يا حبيبي على استفادي والله مليت من الفتل بالشوارع ومطوطة من محل لمحل. ولي لسه ساعة كاملة الموعد. أهلين. بس إن شاء الله ما أخذ عادة. ممكن اليوم التاني نزلني من البيت بالليالي. لازم اللي يعمل كل مواعيده نهارية. إيه. شبه نار. حسابي بالقهوة. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام. اهلا وسهلا. مرحبا بالشباب. اهلين وسهلين. انا من ال تشرفنا. اهلين وسهلين. تعرف شي واحد اسمه بديع البهيجي؟ اي نعم بعرفه. هذا ساكن بالبرج اللي جنبنا هو. شو بتعرف عنه؟ من اي ناحية؟ يعني شو بيشتغل؟ كم ولد عنده؟ شو بيشتغل ولاده؟ على حد علمي انه طلع على التقاعد من فترة. عنده 3 اولاد، شاب وبنتين. واحدة منهم متزوجة وساكنة باوروبا مع زوجها الموسيقي. والولد اسمه سامي، خريج كلية الصحافة. والبنت اللي هون اسمها سلمى وعم تدرس حقوق. وشو بتعرف عنه كمان؟ اللي بعرفه انه زلمة ادمي وابن حلال. بس ليش عم تسأل عنه؟ لا لا ابدا، عم نساوي دراسه مشان نساوي له معاش تقاعدي. اذا هيك بسيطه. بتعرف وين كان موظف شيء؟ ايه بمؤسسه حكوميه، بس شو هي والله ما بعرف. طيب عندك شي معلومات عنه وعن سلوكه العام اثناء الوظيفه؟ كيف يعني؟ يعني بالقلم نشرح، كان يلتشي شيء ولا ما كان يلتشي؟ ما فيني حطه بزمة زينا. دايم إن شاء الله. صحة وهنا. بالإذن. مع السلامة. هوني. الو، مرحبا، قسم مكافحة المخدرات.
أنا بدي بلغ عن شحنة مخدرات. مو ضروري تعرفوا مين، ما بقدر أكشف عن هويتي، بس أنا رح أعطيك عنوان تبع البيت ورح أقول لك وين موجود الشحنة، فيكم تتأكدوا بنفسكم. سجل العنوان لو سمحت. بديع الأبائي بيحكي عندك شيء؟ إيه بيحكي عندي، وأحياناً بنحكي. تعرف الحلاقين بيحبوا اللات والعجل، واللي بعرفه إنه أرمن من فترة طويلة وأخته عايشة عنده بالبيت. أصلك سؤالين؟ إيه والله، أصلهم شوي. ودخيلك شو بتعرف عن أخته؟ عمره فوق الخمسين، والمسكينة ما إجا نصيبها، يعني عانس. أنت فلك بخير؟ إيه والله، معلش تفهم. وشو بتعرف عن بنته هي عايشة برا سوريا؟ هي اللي جوزها راح موسيقي. ايه فريس، لا والله مو نازل على الجامعة اليوم. ما بعرف، حاسس حالي تعبان هيك مكسر. امتى؟ لا ما عندي شيء المساء. ايه حلو، خلص مر لعندي انت ونحكي برواق. ايه بس ليه؟ مو تلحشني بنص الليل بالشارع؟ ايوه ماشي، خلص نسهر سوا الليلة. الله معك احلى. الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا مدعي. شرفنا معرفتك. مرحبا يا اخ. اهلين اخي. اهلين. انا من من شو اخي؟ انا من الامن. ها ايوه ايوه. اهلا وسهلا. حضرتك ساكن بالبنايه هون؟ اي نعم. في حدا عندكم ساكن اسمه بديع الابائي؟ بديع الابائي؟ ايه طبعا ساكن بالبنايه، بس يعني انت حضرتك شو بدك منه؟ لا 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 ما في، مجرد اسئله روتينيه هيك. طيب شو بتعرف عنه؟ هذا واحد خطير بيخوف يا رجل، ما في أخطر من هيك رجل أبدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. خطير والله. إذا كان حسن. مرحبا جارنا. أهلي سكتير. أهلي. أنا حكيت مع أبو حيان وأبو نجيب وأبو سمير والثلاثة جاهزين. جاهزين بشو؟ لينتخوا. شو نصير شو اتفقنا؟ أنا عم أشتغل وأتحرك من يوم ما اتفقنا. الله يعطيك العافية، مشكورة جهودك. تسلم يا رب. لسه ما شفت شيء أستاذ بديع، إذا ما بخلي العالم كله يمشي وراك ما بكون بهيرة بنت نانسي. هلا الوالدة كان اسمها نانسي ولا مادونا؟ يعني بالهوية اسمها نانسي ودلعوها بيقولوا لها مادونا. ودخلك هذول الثلاثة أبو نجيب وأبو حيان وأبو سمير، يعني شو قال رأيي؟ شو قالوا لي؟ قالوا لي انه هن مستحيل يوقفوا مع ابو ناظم، ورح يوقفوا معك ويدعموك باي تحرك وعلى اي مستوى. حلو، هي ضمننا ثلاث اصوات. اربعه وانت السادس. مين الصوت الرابع؟ انا. نسيت صوتي؟ لا والله صوتك على راسي. ولسه في سعديه وبدريه قرروا انه يأيدونا ويمشوا معنا بالحمله. والله عم نتعرف معنا. تفضلي شافينا. ان شاء الله بالافراح. بدي كمل الجولة وإجمع أصوات المناصرين لنا، وخاصة العوانس والأرامل. يا ستي الله يخلينا ياكي. الله يخلينا ياكي. شكرا. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. الله معك. شو رمرومي؟ أخوك ما فعل لسه؟ والله ما بعرف يوم لي على قلبي. يمكن كفاية بس خجلان يطلع. أمي أضغط عليك. كيف تخليني يطلع يفطر معنا؟ من امبارح ما تغشيت يا طاري. لا تدخلك يا حنونة. انت يا حنونة. ابو اسامة. ايوه اسامة. Come on!
الانتخابية. أنا حملة انتخابية تبع لجنة البناية عم فكر الشحالة. إيش هو إذا الله راد ونجحت وصرت رئيس لجنة البناية بدك تحط بهيرة خانة من أقدارك؟ والله ما فكرت بهالموضوع، بس بديك الصراحة يعني هو لازم يكون في عنصر نسائي مشان يعني يكون مظهر اللجنة في حضارة يعني حضاري. طيب ليش ما بتحطني أنا نقدك؟ أعوذ بالله مشان يقولوا حط أخته، أنت ما بترضيها. مو حلو يقولوا حط أخته، إيش راح يسلمني وزارة؟ جدو هلا جدو؟ غير العنصر النسائي باللجنة بتكون عنصر ولادي؟ ما فهمت عليك شلون يعني؟ يعني مشان يكون شكل اللجنة حضاري لازم يكون في عنصر صغير ب 12 سنة مثلا مشان يدافع عن مطالب أطفال البنات. معك حق، بس يعني أنت اللي بالك مين هذا العضو الصغير؟ شو بني أنا؟ عسلامتك ما بك شيء، بس أنت يعني بتريد فكرة يقولوا حط حفيده باللجنة. أنت خليني شارك بالانتخابات وشوف شلون بنجح لي على إجمي. ايه شو هذا مو تكرار عنا ما نفكر بالموضوع ما نفكر هذا الكيس لا ليش هاد هالشقة باسمي باسمي أنا مستأجرة سافر لوحدي ولا مع حدا تاني لا لوحدي اعطيني هويتك لو سمحت ليش الهوية اعطيني هويتك لو سمحت طيب سيدي مالنا يمشي سيدي مالنا يمشي كان تشوف ليش كلكات يا سيدي بس فهمني شو القصة طول بالك يا معلم خذوه على السيارة يا معلم والله ماني عامل شيء بس فهموني شو القصة لا حول الله الله وكيلكم معامل شيء لحكوه دول لكن شاء الله 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 شو نسيتني؟ أبو رأفت؟ إيه؟ أبو رأفت؟ إيه أبو رأفت بس ما تذكرتها المهم هلا قل لي طلبك وبسرعة هذا وقت للدولة ما تضيعه شكراً ما قل لي طلبك أعطيك العافية تعال هون واحد عندك شو مفكر تدخل الحمام مثل خروج منه ما بتروح لتقل لي شو طلبك
يا سيدي الله وكيلكم ما عادتني شي بطلت. سلام عليكم. ما عم يصير تروح يا ابو رأفة الحبيب؟ ليك ايش يا بنا عم بمزح معك. هات وحدي. لا انا شفت اللي ريت. روح الله يحلي مرهبك كفالك كمان. والله عن جد اللي يشوف هالمكتب هذا احسن ولا المكتب هذا؟ حبيبي الصراحة يعني مرارت عليك شوي. تسلم ان شاء الله عن اذنكم. روحت نيلك يا حوله. لك يا سيدي الله يهنيها. خلي الأمل فيك ينتصر واصحى لي مني.